نروح بقى لأخبار نادي الزمالك، وأول خبر عندنا مسؤولي نادي الزمالك أتم اتفاقهم مع مسؤولي نادي مالاتيا سبورت التركي لضم المغربي خالد بوطيب مقابل 1,500,000 يورو، وده بعد ما كان مسؤولي النادي التركي طلبوا 3,000,000 يورو. بداية المفاوضات عرفنا أن بوطيب هيوصل القاهرة خلال أيام للتوقيع العقد لمدة 3.5 سنين، وإن عقده مش هيتخطى 800,000 يورو. طبعاً بوطيب هو مهاجم منتخب المغرب عنده 31 سنة وسجل 5 أهداف مع فريقه التركي في 18 مباراة، وكان أحد أعضاء المنتخب المغربي في كأس العالم، وأعتقد صفقة مهمة جداً لنادي الزمالك مع صفقة القرن اللي أنا قلت عليها جوميز لاعب الهلال السعودي اللي موجود طبعاً للتفاوض مع نادي الزمالك من أجل الانضمام ليه. موضوع بقى جامد جدا جدا جدا.